بعد عمر المرسيدس ديالو عمرت بدا كيهرس السلعه قدامي. انا ما غرضاش بالحوره، الحوره حقي ما غنصبرش فيه. فتحت المحل ديالي مع 8 الصباح، كان قاد السلعه ديالي في المحل ديالي انا والخدامه ديالي والعمال ديالي. كان قاد المحل توقف القيد عليا مع 9 الروب الطوموبيله ديالو، وقف عندنا تابعه الصافيت فيها 6 الناس مع المقدميه ديالو كينزلوا كيبداو كيهزوا ليا في السلعه ديالي. بداو تيهزوا في السلعه تيروحوا في الطوموبيل ديروا في الطوموبيل. وريتهم هاد الورقه وقلت لهم دير عندي رخصه ديال الملك العمومي، ها هي الورقه ديال مجلس المدينه، ها هي. وبداو دي عندي ورقه هي فينا هي ديالي باش مخلص على التطوار ديالي اللي شاد الملك العمومي مخلص على القانون ديالها هويا. القيد ديال عمل بن مسيق قيصريه سباته المقاطعه 58، ملي دليت لي بهاد الورقه ها هي ديال الملك العمومي اللي مخلص القانون ديال مجلس المدينه بحال هادي دليت ليه بها، ودليت ليه بهاد الورقه الاخرى ديال الباش مخلص الورقه ديال الملك العمومي وديال الباش ديالي. قالوا كلشي دليت ليه بهم وبالرخصه ديال المحل، هي غنوري لكم دايا. دوزو داكشي بدا كيهز ديال السلعه ديال كيهز دار مقدم ودخل ليا المحل ديال وصل المحل مقدم كيهز ليا السلعه وصل المحل ديالي، وعندي الكاميرا عليه فيديو ديالو راه عندي كيهز ليا السلعه من المحل ديالو كيخرج الطوموبيل. بعد عمر الطوموبيل بدا كيهز في السلعه بالتوني ديالو كيرخيفها في الارض كيهرس فيها. هذا القيد يعني اللي كيحمي المواطنين بالتوني ديال الدوله، هذا اللي كيحمي المواطنين كيس السلعه كيزربع فيها قدامي العسل، قايد العسل كيهرسهم قدامي. هرس القراعي ديال العسل، هرس السلعه ديال عمر بها الطوموبيله ديالو. ملي كان وراد وريقات مع دا مع عمري كان مع والو، ولكن فات دارها ليا عام الاول شعبان خلط لي السلعه وكيدوزنا قلنا ما كاين باس تاع الغضب يعني كاعي ولا شي حاجه ما كاين باس خلي خلطها لحناها يعني ما غاتستعملش ما تسنفع بها لا حنا ولا الشعب ولا خيريه. كلشي ضاعت مشات، لا بات دار لي السلعه ديالي كامله مشى بها 30000 درهم للدري ديال السلعه وما كثر. هذه يعني كنقول انايا وازف الطوموبيله ديالو وقال لك مشات للخيريه، وانا كنطلب ورقه ديال الخيريه اللي مشات لها السلعه، واش نزلت فيها السلعه ديالي كامله ولا ما نزلتش فيها كامله. انا ما غرضاش بالحوره، الحوره حقي ما غنصبرش فيه، غنتابع على حقي في اي بلاصه. غندير شي كاين عند وكيل الملك وغندير شي كاين عند سيد العمر وغنمشي غنبلغ لهم الفيديو ديالي ديال السلعه اللي هزيه وديال الوقت اللي جاني فيها، كنشوف اشنا هو السبب. كلشي الوثائق عندي مصيب مخلصهم، يعني حتى حاجه ما عندنا ناقصه، حتى من رخصه المحل كاين عندي، كلشي قانون عندي، راه هزيه بزاف السلعه وكلشي داكشي اللي هزيه راه بالكاميرا ديالي. هز ليا داكشي ديال المزهر، هز ليا العز ديال الحمص، هز ليا اللوز، هز ليا حبه حلاوه، هز ليا النافع كيدير 60 درهم الكيلو، هز ليا التمر، العدد ديال التمر هذاك ديال السكري كيدير 3 درهم الكيلو، كلشي هادشي هزوا ليا. هادشي هزوه في الصافيت الكبيره هذيك المرسيدس الكبيره. بعد عمر المرسيدس ديالو عمرت بدا كيهرس السلعه قدامي كيهرس فيها في الارض والكاميرا شاده. النداء ديالي خصني نتابع على حقي، انا ما غنتازلش على حقي وما نتازلش السلعه ديالي وما نتازلش على الكرامه ديالي. كنبيعو الحشيش هو اللي كيحرقو الناس، الا كيحرقو كنبيعو الكوكيين كيحرقو قدامك اش اللي كيحرقو. انا كنبيعو السلعه ديال الماكله السلعه ديال الطوابيل كاع الناس كتبيعها، علاش غادي يهزها ويديها ويهرسها قدامي غير يهرسها.